لطفي قدرة ترجع معي الدوز لدرجة نارية. اليوم هو الجولة الثانية للبطولة الوطنية للموتوكروس والاندرو. والله كانت صعبة شوية. البلوت بتاع محمد بن نصر كان في المرتبة الأولى، لكن سوء الحظ يعني عنده وجع في كتفه، والحمد لله يا ربي يعني الجماعة كلها بس عندنا سي علاء مزهود يعني هو لنفسه يعني في المرتبة الثانية، والحمد لله ربي، وكانت النتيجة سمحة وكانت المشاركة على أحسن ما يرى كجمهور، وسواء من دوز ولا من خارج دوز، وإن شاء الله السنة المقبلة تكون أحسن وتكون شرفنا أحسن فيه. أنا إبراهيم خماخة من الجمعية الرياضية العسكرية بتفاقس. كانت كومبيتيسيون مزيانة على الأخر، برشا تكنيك برشا رمال، مزيانة كونفيسيون سمحة برشا، قعدت دوزيام في الأخر دخلت برمي. بشير برحومة
اليوم باش نديرها للجامعة ان شاء الله الجولة الثانية نتاع دور البيز معناتها البطولة التونسية الريتينارية معناتها طبعا ان شاء الله تقول تعدي على احسن ما يرام وقلبك الناس كلها نقول لك الكومبيتيسيون هذه صارت الحمد لله كل شيء لاباس السيركوي نتاع الكروس والانفيرو تحفون برشا وعملنا جو كبير بالحق ان شاء الله ديما هكا ملمومين وان شاء الله ديما نعملوا جو مع بعضنا الكل سورتو كي هكاك معناتها ان شاء الله كل شيء يتسهل لنا باش نجموا نعملوا ترانسبور نتاع موتوراتنا ما بين البلدان الكل معناتها باش نجموا نشاركوا في صفاقس في دوز في جيبس في ان شاء الله لاباس والكورس هذه صارت الحمد لله ان شاء الله المره الجايه نتلاقاو في صفاقس.